بص، هو طبعا من اجمل الحاجات انه يبقى ضيفك صديقك واخوك، ده واحد. اتنين، انه يبقى في عندك زحمه في 5000 حاجه عاوز تتكلم فيها. فخلوني الاول ارحب بضيفي العزيز، انا اعتبره صاحب بيت، مش بس عشان هو صاحبي واخوي، بس هو صاحب بيت جدا يعني. ضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير احمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن. نورت. عامل ايه؟ كله تمام؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الواحد مش عارف يبدا من فين ولا من فين، بس الاول خليني اتكلم على الملف اللي عملته على مغرب. فوز المغرب. ديما يا مغرب. ديما يعني ايه ديما يا مغرب؟ ديما كلمه درجه مغربيه مشهوره زي تحت مصر كده. يعني دايما بتقال في الاحتفاء، الاحتفاء لما يكونوا فرحانين، اي فرح قومي شعبي في المغرب له علاقه بالدوله، واي فرح له علاقه باي مناسبه علاقه بالدوله دايما يقول لك ديما، زي عندنا احنا نقول تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. احنا اخترنا الجمله احتفاء بالفريق المنتخب الكروي المغربي، لانه ده حدث مش لا يخص المغرب فقط لا غير، ده يخص المنطقه كلها ويخص افريقيا كلها. صح. احنا فرحانين قبل فرحهم ومع فرحهم وبعد فرحهم. ام الدنيا بتفرح للكل. ام الدنيا بتفرح باسود الاطلسي. ده كانت الفكره يعني، وكانت فكره من مجلس التحرير في الوطن، ان احنا لا لازم المنتخب المغربي لازم يعني نرصد في الوطن هذه الفرحه الضخمه والكبيره، ويعني احنا نتمنى من ربنا ان تعود، ونتمنى ان هو تحصل تتكرر في كل البطولات العالميه، بس قلنا نلحق نمسك في اللحظه زي ما بيقول الاستاذ هيكل، امسك اللحظه يمكن ما تتكررش. فمسك الوطن طعمها مختلف عن شقيقتها، وده شيء جيد يعني، على كل شقيقه ان يكون لها طعم، بس الوطن فعلا حقيقي والله بدون اي مجامله. لا والله العظيم. يعني احنا كنا بنتكلم انا وانت من كام يوم على مثلا الملف بتاع سيدنا الحسين. بنتكلم دلوقتي مثلا على ملف المغرب وهكذا. ففي طعم وفي لون ليها نكهتها الخاصه، وتبدو او لازم تستشعر انها نكهه صحفيه قريبه جدا للمصريين جدا. هنا بقى هسال، نكهه الوطن في الزياره بتاعه واشنطن، الرئيس مسافر واشنطن، قمة أمريكية إفريقية، العديد من الملفات هتناقش، ملف النهضة أنا أظنه هيبقى من أبرز الملفات اللي هتطرح على المائدة، زي ما هيبقى في ملفات أخرى متعلقة بالأوضاع السياسية في المنطقة ووضع الفلسطيني، وهيبقى أكيد في كلام على الوضع الاقتصادي، يعني في 5000 حاجة. احنا برضو عملنا ملف عن في عدد النهاردة، ملف العلاقات المصرية الأفريقية والعلاقات المصرية الأمريكية، ملف ضخم استعرضنا فيه كل المعلومات الخاصه بالعلاقات. امريكا بالمناسبه قاره يوسف، طبعا قاره زي افريقيا بالمناسبه. 52 ولايه. انت عندك تقريبا في افريقيا حاجه و50 دوله. 54 دوله. 54 دوله. انت بتتكلم دولتين يعني، ما حدش يقول لك بس دي امريكا ودي افريقيا، لا، وهي احجام الولايات قد احجام الدول بالظبط يعني كده. امريكا قاره. صحيح. في عدد سفر ساعات سفر داخل الولايات المتحده بيتعدى 10 ساعات داخل سفر داخلي. انت عندك توقيتين من الساحل الشرقي على الاطلنطي للساحل الغربي على هادي. توقيتين تانيين خالص. بالظبط، عشان انا سمعت اصوات يقول لك يعني معلومه كل رؤساء الدول الافريقيه يروحوا امريكا. يروحوا. هيروح. ما برضه الرئيس الامريكي بيجي يعمل، وده على فكره ملف بتاع الملف مصر افريقيا. بالظبط كده. مكاسب منتظره. بالظبط كده. هنا انت بتتكلم عن قارتين، مش قارة ودولة. البعض بيقول لك دي قارة 54 دولة يروحوا لدولة، 54 دولة يروحوا لدولة واحدة. لا، الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، دي قارة، دي 52 ولاية، وزي ما أنت قلت الولاية الواحدة قد كذا دولة أحيانا. صحيح. في أفريقيا، مع طبعا جنب الإمكانيات الهائلة للدولة الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية، إمكانيات ضخمة. بس خليني اقول لك برضو حاجه صغيره كده بسيطه. احنا هو امتى بدات فكره انه العلاقات الافريقيه، افريقيا كاتحاد يبتدي يعمل ثنائيات، يعمل ثنائيه مع الاتحاد الاوروبي، يعمل ثنائيه مع الصين، يعمل ثنائيه مع روسيا، يعمل ثنائيه مع الولايات المتحده الامريكيه، يعمل ثنائيه مع الدول العربيه. هذه الثنائيه دي بدات امتى؟ في 2019 ابان وقت ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الاتحاد الافريقي. كانت فكره انه القاره بتتحرك بشكل جماعي. صحيح. وحده واحده. صحيح. تتحرك بشكل جماعي وحده واحده، بتوحد كل جهودها للتعاون مع القوى العظمى في العالم، وتستفيد منها والطرفين يستفاد، الصين تستفاد وكذلك افريقيا.
بشتى الاتحاد الاوروبي استفاد وكذلك افريقيا. روسيا استفاد وكذلك افريقيا. امريكا استفاد وكذلك افريقيا. حتى يعني بعض الدول حتى الاقليميه حاولت تعمل ده طبعا على قدر المستطاع. يعني الشاهد انه الاتحاد الافريقي يتحرك عن طريق فكره كانت سببا في ان تلقفتها الاتحاد الافريقي عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للقاره الافريقيه في 2019. ابتدى التحرك ده يكبر وينمو وتبقى الجهود يعني الجهود تبقى متوحده. ما يبقاش الدول الافريقيه بتروح تعمل اتفاقات ثنائيه مع دول قوى عظمى لوحدها، لا الاتحاد كله الاتحاد. وده ظهر في الكوب بالمناسبه. يعني الكوب انت عندك هنا لما اختاروا انه يكون في مقر انه في افريقيا تكون مقر الكوب السنه دي اختاروا القاهره اللي هو مصر اللي هو في شرم الشيخ، يعني لانه كان برضو ده كان نتيجه ان افريقيا من القارات المهمه جدا في المساله وتستطيع، وهي بالمناسبه هي مضاره برضو بموضوع التغير المناخ مضاره. فكانت الفكره انه افريقيا تتحرك كتله واحده، وده ده 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 اكبر دليل على او اكبر خط سير على طريق التوحد، ان القاره توحد فعليا. وممكن مع الوقت يجي ممكن بعد سنين قريبه ما يبقى زي الاتحاد الاوروبي بالظبط. كنت لسه هقول لك بالظبط. تعتقد ذلك، تنتظر ذلك، تتوقع ذلك في اطار موجودات مش في اطار احلامنا الذاتيه اللي احنا بنتمناها؟ ما كل الافكار اللي نجحت يا يوسف بدات بالحلم، بدات بالحلم والفكره الصغيره. يعني كل الافكار، يعني الولايات المتحده الامريكيه نفسها دي حلم، كانت حلم. ما كانتش كده، ما كانتش 52 ولايه، ما ده ما حصلش. الاتحاد الاوروبي بدا برضه بحلم، صح، حلم صغير. يعني انت اهم حاجه انك انت يعني تركب الطريق، يعني او تعتلي الطريق او تضع قدم على الطريق. الاتحاد الافريقي بدا، انا ما مش فاكر بدا امتى، مش يعني مش مركز قوي. بدا كاتحاد بدانا بمنظمه الوحده الافريقيه زمان في الستينيات، كان ايام الزعيم جمال عبد الناصر، صحيح، مرورا باستبدال منظمه الوحده بالاتحاد الافريقي، صحيح، حاضر ما فيش مشكله. انا اتذكر وقتها ان مصر هي اللي اصرت، صحيح، انه المقر يبقى في اثيوبيا في اديس ابابا. صحيح، مصر اللي اصرت، صحيح، مش اثيوبيا اللي طالبت. ده احنا اللي ده كلام مهم، ده كلام مهم برضه. ده انعكس بيعكس اهميه الدور المصري جوه القاره، انها مش بتؤثر نفسها بالاشياء، مش بتؤثر نفسها بالخطوات. طول عمرها مصر كده، طول عمرها مصر يعني ما عندهاش العنصريه دي، ما عندهاش من ايام من زمان، ما عندهاش عنصريه القلق. لا ما عندهاش، بالعكس مصر ده والله ده مش عشان احنا مصريين بالمناسبه، ولا أيوه. عندنا شوفوا ايه، صح، بس المصريين طيبين، طيبين، ورغم ان هم عندهم امكانيات ضخمه وان هم يعني عندهم القواهم الناعمه والصلده قويه وحجم التاثير للدوله المصريه كبير جدا. أيوه. لانه بص على حجم التاثير المصري في المنطقه كلها، يعني هتلاقيه مختلف عن اي دوله، مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول، مختلف يعني قد ايه هو مؤثر من ايام من زمان مش من دلوقتي. ومع ذلك مصر دايما تؤثر الاخرين وتحب الاخرين. المثال اللي انت ذكرته ده بيؤكد ان مصر طول عمرها هي بتحب الدول الافريقيه. وانت يعني لما تيجي تبص على ان مصر طول عمرها كانت بتشتغل ازاي في افريقيا، دايما صاحبه يد كويسه جدا، يد حنونه، يد طيبه، يد معطاءه. هي فعلا لانه الشعب المصري بطبعه معطاء، بطبعه معطاء. يمكن احنا يمكن في السنين الاخيره الدنيا اختلفت معانا نتيجه الزياده السكانيه ونتيجه الاوضاع الاقتصاديه، لكن شوف انت طول الوقت، شوف طول الوقت برضه كنت بتشتغل مع افريقيا، حتى يمكن في ازمه الكورونا بتشتغل مع افريقيا، في الازمه بتاعت المتغيرات المناخيه، صحيح، انت بتشجع الدول انها تستثمر في افريقيا مش بس في مصر، يعني صحيح، طول الوقت انت احنا فرحتنا في المغرب كمنتخب افريقي بالمناسبه منتخب افريقي، صح صح 100%، ده حقيقه. طب احنا استخدمنا حتى في الملف للعلا سعيا يا افريقيا، ده جمله من النشيد الوطني المغربي، استخدمناها حتى في حلو في احدى الصفحات، للعلا سعيا يا افريقيا، او افريقيا للعلا سعيا، مش فاكر عشان اكون دقيق، المعنى واصل. هو ده المهم، تم اخترناها من النشيد المغربي، النشيد الوطني المغربي، انه افريقيا حاضره في المساله، وان احنا مش بعاد عن المساله، مش بعاد عن افريقيا ابدا. ممكن تكون الظروف اتغيرت شويه، احنا اوضاعنا الاقتصاديه اتغيرت شويه، الاوضاع اللي برضه في ال50 سنه الاخيره اتغيرت شويه،
صح. انه جرى علينا امور كثيره جدا، يعني حارد دون ان يكون التواصل وثيق العرى وشديد، لكن انت في النهايه انت افريقي بتحب افريقيا، ايدك في افريقيا، انت لحد دلوقتي. هستأذنك هنروح لفاصل، نرجع مره تانية بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير الوطن. استنونا. مصر منوره باهلها في مصر وفي أمريكا طول الوقت. الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظموا وقفة احتفائية ترحيبية أمام مقر إقامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن بيرحبوا بالرئيس. تعالوا نشوف. كما غنى فريد الأطرش جميل جمال مالوش مثال سادة اللي قال ولا في الخيال، المصريين دول ولا في الخيال. والله أنا هنا ده هيخليني أسألك سؤال بقى بالمناسبة، ده جد يعني. إيه السر وراء كم المحبة اللي بيكنها المصريين للرئيس وبالذات أهالينا اللي مهاجرين اللي في المهجر دول؟ زي ما كنا بنتكلم أنت في الأول، الحنين، الناس بتيجي من كاليفورنيا طبعا وسان فرانسيسكو ومش دي ولايات بعيدة، بس عشان المشاهد جدا وعارف بعيدة جدا، كأنه ناس بتسافر سبع وثمان ساعات بالعربية يعني، بالطيران والعربية واربع خمس ساعات بالطيارة، حاجات كده يعني. بالظبط كده يعني، انت بتسافر أسوان، احنا عندنا ساعتين، تخيل هو بيسافر زي من هنا اربع ساعات بالطيارة منتصف أفريقيا كده مثلا، بيسافر باربع ساعات طيران، ده عشان يروح يشوف الرئيس ويشوف ويقف في حفاوة استقباله، لأنه هو يعلم اللي بره عارف أكتر من اللي جوه هعمل إيه. لما بيشوف حجم الاستقرار وحجم الاحترام بتاع العالم لدولة تعيش في إقليم مضطرب للغاية، مضطرب أمنياً وسياسياً واجتماعياً، دول بتتفكك وتنهار وحروب، وسط هذا الإقليم تقف دولة على قدمين ثابتتين ناجحة في وسط غمار من العصير، من كورونا، حروب، ثورات، اقتصاديات بتنهار، أزمات عالمية، اقتصاد عالمي بيعيش فترات صعبة، ومع ذلك دولة كبيرة 100 مليون مواطن، وما زالت الدولة تقف بقدمين ثابتتين، ما عندهاش مشاكل، يعني ما عندهاش مشاكل زي المشاكل الأخرى،
وبتنجح وتتحقق مع الوقت. وسط الاول اول انجاز فين؟ انك تنجح وسط ازمه. مش انت لو انت عايش في الولايات، عايش في اوروبا ونجحت، طبيعي انك تنجح. انت عايش وسط بيئه ناجحه، بيئه كلها مواتيه، مؤهله للنجاح، مؤهله للاستقرار. لكن انك تنجح وسط بيئه مضطربه فيها حروب وازمات وداخل على 15 سنه، تتكلم داخل على 15 سنه، انت داخل، اي نعم هو في عمر التاريخ مش بعيد، مش كتير، لكن ب 15 سنه انت ده جيل، الجيل 10 سنين. جيل 10 سنين اللي عنده دلوقتي 27 سنه، من 17 سنه وهو بيشوف الدول بتنهار وازمات وحروب واقتصادات بتنهار، عندك دول فلست، عندك دول دخلت في حروب اهليه، عندك دول انهارت، دول فشلت، عندك اقتصاديات، عندك حاله اقتصادات صعبه جدا. ومع ذلك الدوله المصريه رغم مشاكلها وصعوباتها الكبيره واقفه على رجلين وثابتين وناجحه. كنت لسه اقول لك دي معايير نجاح، بس واقفه ثابته، ده هي واقفه ثابته وناجحه وتتحرك بمنتهى اللياقه والمرونه في كل دوائرها الحيويه. بالظبط، ده كلام مظبوط، وبتقف حتى يعني لا تنحاز الى هذا او لذاك في وسط عالم الان ينقسم. على الحته دي ناس دايما، وانا اظن يعني في جانب بيبقى معذور يعني، لانه في النهايه خلاص ابناء مدرسه كلاسيكيه قديمه، يعني قعدت مع الصين يبقى انت مخصم مش عارف مين، قعدت مع كذا يبقى انت مخصم كذا. احنا كنا في القمه العربيه الصينيه في الرياض حاضرين. صحيح. وكنا حاضرين حضور طاغي. صحيح. والصين ما بينها وما بين واشنطن ممكن يصفوا البعض. صحيح. بما صنع الحداد، واحيانا تصفوا ان هناك تباينات ما حتى ولو متعلق بمساله تايوان. بس مصر والرئيس السيسي قعد مع الرئيس الصيني وعندنا شغل وعندنا اتفاقات، والنهارده او بكره، بكره بالظبط لو ما كانش النهارده بعد الظهر، يعني ان شاء الله. هو هناك دلوقتي داخلين على الساعه 5 العصر، لو ما كانش النهارده ليلا هيبقى بكره الصبح، هيبقى قاعد مع جو بايدن في واشنطن. وبرده اتفاق، وقبل شهر كان في قمه كونفرنس مع الرئيس الروسي بالظبط فلاديمير بوتين. دي السياسه المصريه الجديده بقى. ايوه، اللي هي سياسه مصريه نابعه من القرار الوطني المستقل، قرار وطني مستقل لا ينحاز، مصالحه ومصالح شعبه هي التي تحركه، بتؤدى باحترام بتقدير بتوقير، يتحرك بسلاسه وبخفه وبرشاقه زي ما انت استخدمت التعبير. زمان مصر كانت بتعمل تحركاتها السياسيه خارجا في تصوري المتواضع بمفهومين على حسب، احيانا تتحرك بمفهوم انا انحاز لهذا الطرف لانني اريد ان اكايد هذا الطرف ونصبه العداء، دي كانت طريقه، وطريقه تانية كانت بتاعت انا مضطر انحاز لدول عشان انا خايف من دول. صحيح. فعايز اللي هي نظريه الخوف، نظريه الخوف، نظريه الخوف والتبعيه المطلقه، والتبعيه المطلقه او الخوف المطلق، انه انا مش هقدر اتحرك رغم انه تبقى مصالح هنا، تبقى ممكن تبقى مصالح هنا، انا مش هقدر اتحرك في المنطقه دي عشان ده هيزعل، ومصالحي هنا. لا، اللي حصل دلوقتي مختلف تماما، وده واضح جدا، ده واضح جدا على كل المستويات. القرار المصري، القرار السياسي المصري تحلل كثيرا من هذه المعطيات اللي حضرتك ذكرتها واشرت اليها، تحلل كثيرا، صار مستقل زي ما حضرتك اشرت. الاسبوع اللي فات يقعد مع الرئيس الصيني، بعد اقل من اسبوع يقعد مع الرئيس الامريكي جوزيف بايدن. يقعد معاه مفيش مشكله، وقبلها بشهر يلتقي الرئيس عبر الفيديو كونفرنس ويشارك في قمه روسيه في الدول الروسيه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويعني ويقعد مع ويلتقي، وممكن يلتقي الرئيس الاوكراني، وممكن يلتقي الاتحاد الاوروبي اللي هو زعلان مع الاتحاد الروسي مع الروس، ويلتقي الرئيس الصيني اللي هو زعلان مع الرئيس الامريكي، ويلتقي الرئيس الامريكي اللي هو متضايق من الرئيس الروسي. انا قراري الوطني فين؟ المصلحة الوطنية فين؟ وأنا ما بزعلش حد. أنا بتحرك وفق مصالحي وفق ما يحققه الاستقرار لهذا الشعب. ده ما كانش بيحصل. إحنا رجعنا ورا شوية بالمفاهيم الحقيقية لعدم الانحياز. المفاهيم الحقيقية اللي على الأرض. ساعتها كان عدم الانحياز كانت فكرة. كتلة عدم الانحياز كانت فكرة عظيمة، إلا فكرة أنها كانت بالفعل منحازة. كانت بالفعل، برافو عليك. لأنها كانت كتلة مؤدلجة. بالظبط. يعني علشان نبقى منطقيين بالزبط. يعني. بالظبط. لا، أنت هنا أنت هنا بترسخ ما كان يجب أن تكون عليه كتلة عدم الانحياز الحقيقية. أنت هنا مش منحاز لحد.
أنت منحاز لمصالح شعبك، مصالح وطنك، أينما تكن مصلحة مصر فثم شرع مصر. الله، هي كده ده عنوان. آه هي كده، أنت فين مصلحتي؟ بما نتعارض مع أحد يعني؟ طبعا بما نتعارض مع أحد. أينما تكن مصلحة مصر فثم شرع مصر، هي دي الفكرة. ولذلك الرئيس يتحرك بتؤدة شديدة وبحكمة شديدة، بدون حرج زي ما كان في السابق، بدون حرج شديد. ده واضح جدا في القرار المصري. أتصور أن عظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط في أنه شرع هذا الخط وهذا المنوال، لكنه العظمة الحقيقية أن ستظل مصر ستزيل على هذا الخط ما بقي من عمرها في عمر. بص احنا المفروض نقعد اكتر من كده 900 مليون مرة، بس هو الوقت داهمنا، الوقت قاتل الله الوقت. نورت وشرفت واسعدتنا، الف شكر. وبالمناسبة مش بس شكرا على وجودك معنا، شكرا على ملفات وعناوين رائعة في الوطن، دايما انا كده اقعد اعلق عليها بصراحة، فعجباني من قلبي شغل صحافة صحافة يعني. اشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا. كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن. شوف من ضمن الحاجات اللي دايما كانت لافتة نظري واللي يمكن أشوفها بقت واضحة جدا جدا جدا، بتبقى واضحة بالذات في أيام الأزمات من ساعة ما بدأت كورونا، شوف بقى لحد دلوقتي، جزء من ذكاء وروعة وقوة وقيادة وما بين قوسين ثقيلين وخليك فاكر وزعامة الرئيس السيسي، انه يجمع المصريين على مصر مش على الايديولوجيا. كل واحد يفكر زي ما هو عايز وتبقى ايديولوجيته زي ما هو عايز، المهم البلد دي تقوم. فتجد انه في عز الازمه برضو الناس ماشيه وراه، دي حاجه رهيبه مذهله وبخطاب غير مؤدلج. فلا انت تابعا للشرق ولا ذاهبا الى الغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان كريم رمزي واقف اهو مكشرا عن أنيابه يريد التعليق على ماتش كرواتيا والأرجنتين، وتوقعات أكيد مبهرة لماتش فرنسا والمغرب. بكرة المغرب لازم تكسب يا كريم، الله. يا رمزي بأي شكل قولوا إن شاء الله، إن شاء الله تكسب بأي شكل. يعني كريم هيدي تعليمات دلوقتي. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة بإذن الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.